بكم إلى نشرة الأخبار من الموريتانية وتتابعون في أبرز عناوينها. انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة شاعر التوحيد برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. مدرسة الصحة العمومية بروسو تحتضن حفل تخرج دفعة من ممرض الدولة والقابلات والممرضين الاجتماعيين. انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفاتورة انفصالها وحدود إيرلندا الشمالية أبرز الملفات. أهلا بكم. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز برقية تعزية إلى الرئيس البرتغالي السيد مارسيلو ريبيلو دي سوزا إثر حرائق الغابات التي اجتاحت منطقة ليريا وسط البرتغال مخلفة العديد من الضحايا والجرحى. وعبر رئيس الجمهورية لنظيره البرتغالي ومن خلاله للشعب والحكومة البرتغاليين الصديقين ولأسر الضحايا عن خالص التعازي وكامل المواساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. من النشاط البرلماني صادقت الجمعية الوطنية زوال اليوم خلال جلسة علنية على مشروعي قانون لتمويل كهرباء المناطق الجنوبية الشرقية وبناء جسر روسو. يدخل تمويل هذه المشاريع في إطار اتفاقيتي تمويل بين بلادنا وكل من الصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. ناقش السادة النواب خلال جلسة اليوم مشروعين قانونيين يتعلقان باتفاقيتي قرض موقعتين بين بلادنا وكل من الصندوق الإفريقي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والمخصص أولهما لبناء جسر روسو والثاني لتمويل مشروع توسعة شبكة الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية. وقد استهلت الجلسة التي ترأسها رئيس الجمعية النائب محمد اللبيليل بمتابعة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية حول المشروعين المعروضين للنقاش والمصادقة. بعد ذلك فتح المجال لمداخلات السادة النواب حيث ثمنوا المشروعين وانعكاساتهما الإيجابية على حياة المواطنين والرفع من مستواهم المعيشي وتسريع وتيرة التنمية في البلد. وتحدث النواب عن أهمية شبكة الكهرباء للمناطق الجنوبية من البلد مطالبين بضرورة أن تستفيد منها كل القرى المجاورة لخطوط الشبكة، وكذلك الأهمية البالغة لجسر روسو في زيادة التبادلات التجارية وانسيابية مرور الأشخاص والبضائع. نواب مناطق الضفة أعربوا خلال هذه الجلسة عن امتنان الساكنة لهذين المشروعين خاصة انعكاساتهما على الزراعة والمبادلات التجارية. وأكدت بعض المداخلات على أهمية الثقة التي يحظى بها البلد والتي مكنت من الحصول على هذه التمويلات الهامة، شاكرين أطر وزارة الاقتصاد والتنمية على الإعداد الجيد للملفات الموجهة للشركاء في التنمية. الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد محمد والكمبو وفي ردوده على أسئلة السادة النواب أكد أن هذين المشروعين يشكلان لبنة جديدة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تسريع وتيرة التنمية، مضيفا أن الشبكة المزمع إنشاؤها تعتبر مقاربة جديدة لتوفير الكهرباء بشكل جيد بدل توفير الخدمة عبر مولدات كهربائية ضعيفة. وأكد السيد الوزير أن كهرباء المناطق الأخرى التي لم يشملها البرنامج الحالي ستستفيد من برامج قيد الدراسة وعبر خطوط ما بين عالية ومتوسطة الجهد. وفيما يخص جسر روسو أكد السيد الوزير أن إقامة هذا المشروع تمت دراسته بشكل جيد وتشارك مع المعنيين، وسيتم تعويض كل المتضررين من إقامة هذا المشروع سواء مزارعين أو أصحاب خدمات مرتبطة بالعبارة. وفي الأخير صادق السادة النواب على المشروعين المذكورين. في الغرفة الثانية عقد مجلس الشيوخ مساء اليوم جلسة علنية برئاسة السيد الحاج عبد البا نائب رئيس المجلس. صادق المجلس خلال هذه الجلسة على أعضاء لجنة التحقيق في الصفقات العمومية
وتنفيذها المقدم اقتراحها من طرف شيخ مقاطعة تبرق زينة السيد محمد والغدا. في النشاط الحكومي انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة شاعر التوحيد برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في إطار الإحياء الرمضاني. يتبارى في هذه المسابقة عدد من الشعراء الشباب من خلال نصوص شعرية في مجالات تخدم مختلف قضايا الأمة الإسلامية. لون آخر من ألوان الإحياء الرمضاني الذي يقود موكبه قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي معبرا هذه المرة بلسان الشدو والإبداع. هنا ينساب القصيد متبتلا في محراب التوحيد ومؤديا واجبه الجهادي على حلبة الصراع بين الإيمان والإلحاد. إنها النسخة الخامسة من برنامج شاعر التوحيد تنطلق في أمسية مسابة مع نسائم العشر الأواخر من رمضان، وذلك برعاية واعية من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وللسنة الثانية على التوالي. ها نحن الليلة نشاطركم أفراح هذا الشهر الكريم، أعاننا الله جميعا على صيامه وقيامه، وذلك برعايتنا لهذا البرنامج المتميز شاعر التوحيد. هذا البرنامج الذي يقدم عطاءات عبقة ونفحات عطرة تستحق الإشادة والتشجيع لما تحمل من معاني وضاءة ملؤها صفاء القلب وصقل النفس وحب الخير ونهج المحجة البيضاء والتمسك بقيم السلم والتعاون والانسجام. أيها الجمع الكريم، إن أملي كبير في أن يكون هذا البرنامج المتنور قدوة لمنابرنا الإعلامية عموما، سعيا إلى تحصين فكر كافة أفراد مجتمعنا من أمراض الفكر والدعايات المغرضة لأعداء الإسلام والمسلمين وما ينشرونه من سموم مسيئة إلى ديننا الحنيف ورسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأن يجعلوا من رسالتهم الإعلامية النبيلة مصدرا لنشر قيم السلم والعدل والمساواة وتهذيب سلوك الشباب وخدمة الأمة وأمنها، وأن يبتعدوا عن إذكاء الفتن ونشر الحقد والكراهية بين المسلمين. منتج شاعر التوحيد في كلمة بالمناسبة استعرض مسار البرنامج مثمنا إسهامات الداعمين ومنوها برعاية البرنامج من طرف وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. وجد شاعر التوحيد نفسه والباب مشرع والنفوس مطرعة بالإيمان في أروقة وزارة التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي، خصوصا مع هذا الطاقم الذي أثبت عبر عدة مقاربات وعبر عدة سياسات رسمتها السياسات العامة للبلد في إذكاء جذوة الإيمان في تعزيز قدرات الشعب الموريتاني. حفل انطلاق هذا البرنامج تضمن كذلك محاضرة للسيد الوزير عن المحضرة الموريتانية ومكانة المديح النبوي فيها، مستشهدا بنماذج كشفت عن تعلق الشناقطة ونصرتهم للصادق الأمين حبا واتباعا. تفقد وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله والوداعة بعض المؤسسات التابعة لقطاعه بالعاصمة. شملت الزيارة التفقدية مديرية النقل البري وشركة النقل العمومي وسلطة تنظيم النقل الطرقي. المديرية العامة للنقل البري شكلت أحد أهم محطات زيارة التفقد والإطلاع التي يؤديها وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله والوداعة للمؤسسات التابعة لقطاعه بغية الوقوف على سير العمل داخلها. وفي هذه الإدارة تابع السيد الوزير عرضا فنيا عن مهام المديرية المتمثلة في إعداد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالنقل البري والسلامة الطرقية وإعداد مخططات انسيابية حركة المرور والوقاية في مجال السلامة الطرقية. بعد ذلك تجول وزير التجهيز والنقل في مختلف أقسام ومصالح المديرية كخلية مكتب مراقبة الطرق والمصالح الفنية وإدارة النقل البري وقسم رخص السياقة، وتعرف من القائمين عليها عن الوظائف الموكلة إليها.
شركة النقل العمومي كانت المحطة الثانية من هذه الزيارة الميدانية، حيث تلقى السيد الوزير عرضا تفصيليا قدمته مديرة الشركة عن مختلف وظائف الشركة كتوفير النقل الحضري للركاب في العاصمة ونقل الطلاب والبضائع في عموم التراب الوطني والقيام بالعمليات التجارية. كما تعرف وزير التجهيز والنقل على مختلف القطاعات التي تضمها الشركة مثل قطاع الاستغلال والقطاع الفني والمصادر البشرية والمعلوماتية والمهام المسندة إليها ودورها الحيوي في تسهيل النقل وتقريب خدمته من المواطنين. سلطة تنظيم النقل الطرقي حظيت هي الأخرى بزيارة وزير التجهيز والنقل، وداخل أقسامها تفقد السيد الوزير سير هذه المؤسسة التي تعنى بتنظيم النقل الحضري وإنجاز وتسيير وتجهيز وصيانة المحطات الطرقية، إضافة إلى التحسيس حول السياسة الوطنية للنقل وسلامة الطرق، وتعرف على مختلف مصالحها وإداراتها كإدارة الرقابة المستمرة والتفتيش والإدارة الإدارية ومصالح الخزينة والمحاسبة. بعد ذلك تابع وزير التجهيز والنقل السيد محمد عبد الله اللدا عرضا عن مهامها المتعددة والإنجازات التي حققتها في مجال تطوير قطاع النقل الطرقي وحماية مصالح المستخدمين. وفي جميع محطات الزيارة عقد السيد الوزير اجتماعات ضمت أطر وموظفي الإدارات المزورة، حثهم فيها على مضاعفة الجهود لتحسين العمل واحترام أوقات الدوام الرسمي وتقريب جميع الخدمات من المواطنين. وقعت وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيدة آوى الشيخ سيدية تانديا ظهر اليوم في سجل التعازي المفتوح بالسفارة الألمانية بنواكشوط، إثر وفاة المستشار الألماني الأسبق هولموت كول حضر تقديم التعازي القائم بأعمال السفارة الألمانية في موريتانيا والسفير مدير أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السيد عبد القادر محمد أحمد ومدير التشريعات ومدير التشريفات بنفس القطاع السيد محمد ول عبد العزيز. إلى ولاية ترارزا حيث احتضنت مدرسة الصحة العمومية بروسو صباح اليوم حفل تخرج دفعة من ممرضي الدولة والقابلات والممرضين الاجتماعيين، ويشكل تخرج الدفعة الجديدة عامل دعم للطواقم الطبية في المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية في مختلف مناطق الوطن. يتعزز العمل الصحي يوما بعد يوم من أجل توسيع دائرة التغطية الصحية لتقريب هذه الخدمات من المواطن في كل شبر من الوطن. توجه جسدته الدولة في توفير الكادر البشري المختص لتقديم الاستشارات والإسعافات الضرورية من خلال مدارس الصحة العمومية التي تعمل سنويا على مد المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية بممرضين مسلحين بآخر الاكتشافات في المجال الطبي. وفي هذا السياق توجت مدرسة الصحة العمومية بروسو سنتها الدراسية بتخرج دفعة من ممرضي الدولة والقابلات والممرضين الاجتماعيين، وصل مجموعها إلى 75 فردا بعد تلقيها التكوين اللازم على مدى 3 سنوات. هذه التظاهرة التي التأمت تحت إشراف الأمين العام لوزارة الصحة السيد أحمد لجة تميزت بتوزيع جوائز تقديرية على المتميزين من تلاميذ المدرسة في مختلف المستويات. يسرني أن أشرف اليوم على تخرج الدفعة الرابعة من ممرضي الدولة والقابلات والخامسة من الممرضين الاجتماعيين من هذا الصرح العلمي الذي أنشئ سنة 2011 بقرار من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حين كان الشح في المصادر البشرية وقتها يشكل عرقلة أمام تقدم القطاع الصحي. أيها السادة والسيدات، يصب تخرج هذه الدفعة ضمن مجموعة من أهداف حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين، لعل من أهمها دعم الكادر البشري الصحي بفنيين مكونين ميدانيا وطبق حاجيات الصحة في هذا البلد، الاستجابة لمتطلبات الألفية الثالثة كما رسمتها منظمات الأمم المتحدة، تقريب خدمة التكوين من المواطنين في الداخل مما يعتبر خطوة هامة ضمن مسلسل المساواة المنتهج حاليا بين كافة جهات هذا البلد ودون تمييز.
وتوفر مدرسة الصحة العمومية بروسو التكوين اللازم في المجال الصحي للممرضين والقابلات، حيث عملت منذ إنشائها سنة 2011 على تكوين وتأطير 4 دفعات من ممرضي الدولة والقابلات و50 أخرى من الممرضين الاجتماعيين. تضم هذه الدفعة 17 قابلة و23 ممرضة دولة و35 ممرضا اجتماعيا، وتمثل البنات منها نسبة 55%، كما أنها نتاج سنين من العمل الدؤوب تم فيها الجمع بين التعطير المعرفي والتكوين الميداني. وباسم الدفعة المتخرجة أكدت السيدة ميمونة جارة تعهد المجموعة بالوقوف إلى جنب المرضى داخل المؤسسات الصحية وخدمتهم وفق ما يمليه الضمير والعمل الإنساني. نشرتنا متواصلة وتتابعون في ملفها. الشبكات الطرقية مرتكز وحصيلة. أهلا بكم من جديد. احتضن الجامع الكبير بالعاصمة اليوم الدرس الرمضاني 25 تحت عنوان أمراض القلوب. ألقى المحاضرة الأستاذ الفقيه الدرديري والبابا والمعضة. أمراض القلوب وساوس وأوهام ومشاعر سلبية تستوطن قلوب البعض فتعكر صف نظرتهم للآخرين، لتنمو بذور مثل الحقد والحسد والكراهية وغيرها في نفوس البعض، ما قد يرمي به إلى التهلكة. كان هذا هو موضوع الدرس الرمضاني 25 الذي احتضنه الجامع الكبير وقدمه الأستاذ الفقيه الدرديري محمد بابو المعطى ضمن محاضرة بعنوان أمراض القلوب. هذه الأمراض تجتال قلوب بني آدم، ولا بد للعبد أن يتحسسها في قلبه ليعلم أهي فيه أم لا. والأصل أن القلب لا يقسو إلا إذا تعاطى صاحبه المعاصي. ومالك رضي الله تعالى عنه أخرج في الموطأ بلاغا عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله تعالى. العلاقات الإنسانية وضع لها الشرع ضوابط توزع بعدالة ربانية المال والصحة والجاه والسلطان وغيرها من المزايا، وهو تدبير إلهي لا ينبغي أن يحمل أيا كان على الضغينة أو الحسد أو الكراهية لأخيه الإنسان. الموضوع حساس حتى وهو يتحدث عن أمراض القلوب، ولذلك الله عز وجل لمكافحة أمراض القلوب يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك من أجل مكافحة كذلك أمراض القلوب لا بد لنا أن نرجع إلى كتاب الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، متفق عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قد أبنا منذ زمن على مجموعة من فطاحلة علمائنا الأجلاء في مثل هذه الأيام من كل سنة يسبرون الأغوار ويميطون اللثام عن كل الإشكاليات حيث ننهل من معينها الذي لا ينضب. وبالتالي لا تفوتني هنا الفرصة أيضا كي أنوه بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام سواء المرئية منها أو السمعية، حيث لإيصال هذه المحاضرات والدروس إلى كل أصقاع الوطن. وتتواصل هذه المدرسة الرمضانية مشرعة أبوابها أمام طالب العلم الذين يحرصون يوميا على التواجد هنا في المسجد أو على متابعتها عبر وسائل الإعلام المختلفة. في مصر يوجد ما يقارب ثلث آثار العالم وفيها انتعشت السياحة مؤخرا. بعد الفاصل بت والمزيد حول هذا الموضوع.
شكرا أحمد. وكذلك لكن قبل خبر مصر نبدأ هذه النشرة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع إيرادات السياحة إلى 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي 2017، ووصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسعة من السنة المالية 2016-2017 إلى 11 مليار دولار. وذكر البنك أن عجز ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 37.7% في الربع الأول من هذا العام، إضافة إلى عجز تجاري وصلت نسبته إلى 8.1%. حذر اتحاد الصناعيين البريطانيين من تباطؤ الاقتصاد البريطاني في السنوات المقبلة بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وتداعيات بريكسيت غداة بدء مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفق التوقعات الأخيرة للاتحاد فإن الاقتصاد البريطاني سيسجل نموا بنسبة 1.6% هذا العام، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 1.4% في عام 2018. وكانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 1.3% لعام 2017 وبنسبة 1.1% لعام 2018. إذن مشاهدينا الكرام، فيما يلي نتابع جديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نعود بكم إلى أحمد والحسن وبقية هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. تتصدر استضافة وكالتين أوروبيتين ستغادران بريطانيا بعد بريكست ومعهما مئات الموظفين وعائلاتهم وما يرافق ذلك من عائدات اقتصادية. تتصدر مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشمل المفاوضات التي تحتضنها العاصمة السويسرية جنيف مناقشة بعض القضايا الشائكة مثل وضع المغتربين وفاتورات انفصال بريطانيا وحدود أيرلندا الشمالية. وتغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر مارس 2019 بعد أن أجرت استفتاء العام الماضي. ما زال أكثر من 1000 من رجال الإطفاء في البرتغال يكافحون لاحتواء حرائق الغابات التي تسببت في مقتل 62 شخصا على الأقل خلال مطلع الأسبوع. وجلبت أمطار خفيفة سقطت صباح الاثنين بعض الارتياح لسكان المنطقة ورجال الإطفاء المرهقين، واستأنفت طائرات رش المياه بما في ذلك الفرنسية والإسبانية مهمتها بعد أن توقفت أثناء الليل. لكن رجال الإطفاء يقولون إن الأحوال الجوية ما زالت معاكسة في معظم المناطق، في حين أكدت الحكومة أن استجابة أجهزة الطوارئ كانت سريعة ومناسبة، إلا أن العديد من وسائل الإعلام والسكان شككوا في فاعلية العملية والتخطيط الاستراتيجي في دولة معتادة على حرائق الغابات كل عام. بعد مسيرات احترافية في مصر وآسيا، دومينيك دا سيلفا قد ينتقل إلى الفيتنام. محمد والطلحة والمزيد.
شكرا احمد وشريف. احمد والحسن واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى النشره الرياضيه. كشفت مصادر مقربه من الدوري الموريتاني اللاعب السابق للمنتخب الوطني دومينيك دا سيلفا عن اقترابه من الانتقال الى نادي هوشيمانه الفيتنامي. ويعتبر دومينيك دا سيلفا من اللاعبين الموريتانيين المميزين حيث لعب لعده انديه محليه قبل ان يخوض مسيره احترافيه قادته الى تونس مع نادي الصفاقسي والى مصر مع قطبي الكره المصريه، حيث توج مع الاهلي المصري مرتين بدور ابطال افريقيا والدور المصري وكاس مصر وكاس السوبر قبل ان ينتقل الى غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي توج معه بالدور المصري كذلك. مع ذلك خاض اللاعب تجربه احترافيه اخرى بالدور الاماراتي والدوري القبرصي. كشف مصدر مقرب من نادي افس وليبو ان الفريق اقترب من ضم مهاجم نادي الوئام وهداف الدوري الوطني لانديه الدرجه الاولى لكره القدم المختار سيدي سالم الملقبروني الذي قدم موسما استثنائيا مع فريقه وقاده الى التتويج بدرع الدوري المحلي للمره الثانيه في تاريخه. وبحسب المصدر ذاته فان الفريق البرتقالي بدا بالفعل اتصالاته باللاعب الذي لم يتم تجديد عقده حتى الان من طرف فريق الوئام، وهو ما سيسهل عمليه انتقال إذا ما قدم البرتقالي عرضا أفضل من الذي كان يحصل عليه اللاعب مع ناديه الحالي. سحبت بمقر بلدية المنى في العاصمة قرعة كأس عمدة البلدية لكرة القدم في نسختها الثالثة، ويشارك في هذه النسخة 19 فريقا تمثل مختلف أحياء مقاطعة الميناء. أجواء انطلاق قرعة الدورة الثالثة لكأس عمدة بلدية الميناء، حيث قصت قاعة الجلسات في البلدية بممثل الأندية 19 المشاركة في منافسات هذه التظاهرة الرياضية الموسمية، إضافة إلى عدد من المستشارين البلديين ببلدية الميناء. عمدة بلدية الميناء السيد الطالب أحمد المبارك أكد في كلمة له بالمناسبة أن الكأس تأتي استجابة لمطالب وتطلعات شباب البلدية. شاكركم انتم هم اللي رؤساء الانديه مشاركه في كاس العمده، حرصكم على المشاركه فيه بلا تعتبروه نوع من المساهمه في طار تنشيط الساحه الثقافيه الشبابيه، به اللي هذه اللقاءات ظاهر انها ما مريود منها الجانب الرياضي فقط بقدر ما مريود منها تلاقي بين شباب مختلف تشكيلات على مستوى المقاطعه، وكلها بالقرش انه لا يستفاد من تجربه الثاني ويقبل من الجانب الايجابي من ذا كامل اللي يخدم مسيره الشباب ويخدم ان شاء الله الوطن بصفه عامه ومقاطعتنا بصفه خاصه. واحنا بدورنا مشرفنا مشاركتكم وراجين انها ان شاء الله تتوج على انكم تعودوا الصبح لا يتمثلون على مستوى وطني واخذين من مقاطعه ميناء فرق تمثل الفريق الوطني. راجينا ان شاء الله نعود الان استطاع ان نطروا الشيء في النسخه ما طريناها في نسخ ثانيه، اياك يعود محفز لكم ويعود ملي زايدكم في طار الممارسه في الرياضي والجديه في طار المسار اللي اخترتوا لروسكم هو مسار مزاوله الرياضه خاصه كره القدم فيها. بعد هذه الكلمة قدمت اللجنة المنظمة للكأس دفتر الالتزامات الذي تم استحداثه في هذه الطبعة، وذلك لضمان المزيد من الدقة والشفافية في منافسات الكأس قبل أن تبدأ عملية إجراء القرعة، بقية تحديد المواجهات التي ستطبع الدور الأول من الكأس بين الفرق 19 المشاركة. القرعة أسفرت عن مواجهة ساخنة في المباراة الافتتاحية بين فريق التحالف ونظيره فريق ستار الورف عن المجموعة الأولى، فيما أسفرت ذات القرعة عن مواجهات متباينة بين باقي فرق المجموعات الأربعة التي تم توزيع الفرق المشاركة عليها. اللجنة المنظمة للنسخة الثالثة لكأس عمدة بلدية الميناء أقرت تأهل فريقين على المجموعات الثلاثة التي تضم خمسة فرق، فيما أقرت تأهل فريق واحد على المجموعات الرابعة التي تضم أربعة فرق، إضافة إلى إجراء أربع مباريات بين فرق المجموعات الثلاثة الأولى وثلاث مباريات بين فرق المجموعات الرابعة. النسخة الثالثة لكأس عمدة بلدية الميناء ستنطلق منافساتها مساء السادس من الشهر المقبل، وذلك بملعب أم القرى المعروف بملعب نتك. لكم تنتهي النشرة الرياضية بعد الفاصل، أعود إلى أحمد الحسن.
أهلا بكم من جديد. ضاعفت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة الجهود بخصوص بناء شبكة طرق وطنية تخدم التطلعات التنموية وتواكب الاهتمام بتحسين ظروف المواطنين، وتلعب شبكة الطرق دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية من خلال فك العزلة والربط بين مختلف مناطق البلاد. الطرق المعبدة مرتكز التنمية، وفي بلادنا أصبحت الحصيلة تتحدث على أرض الواقع بلغة أرقام هامة. مؤخرا أشرف الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين على تأهيل وتوسعة مقطعين هامين من المحاور الطرقية، أحدهما يتعلق بالمحور الرابط بين الكيلومتر 10 من العاصمة والكيلومتر 60 على طريق مكشوط بوتليميت، أما المقطع الثاني فهو 25 كيلومتر من محور طريق نواكشوط روسو الرابط بين العاصمة وبومبري. ويتوج هذا الإنجاز الذي بدأت أشغاله حرص الدولة الموريتانية على مد شبكات الطرق انطلاقا من الاهتمام المتزايد لرئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز بدفع ركائز التنمية وتسريع وتيرة أساسيات البناء الشامل الذي تمثل الطرق قواما هاما في أركانه. منذ الاستقلال إلى اليوم وصل الطول الإجمالي للطرق المعبدة على المستوى الوطني حوالي 6000 كيلومتر، وقد تكفلت السنوات الأخيرة انطلاقا من العام 2008 بحصاد 2800 كيلومتر، أي حوالي 50% من طول الطرق المعبدة، وهو ما يعني أنه في 9 سنوات تضاعفت الشبكة الطرقية في بلادنا، وتلك دلالة على تسخير إمكانات هامة لهذا المحور التنموي. بالنسبة لنا احنا هذا وهذا التواجد هذا طلي حل لنا ياسر من المشاكل. ساعد جانا كنا نعبر ذراع المانع ونعبر ياسر من رنقرنق ولا عندنا الآليات اللي إمكانيات للنقل، وحل لنا ياسر من المشاكل. عندنا أي رقاش من نقل على الزوارات ساعته الأولى قبل تقصد جيبه هناتية. كنا مذالنا ياسر من احنا هذا اللي خلقنا مذالنا تنكر الطريق اللي هو ما عندنا شي 40 سنة ما فات خاط ساقوه. ولا وخلما والعبد العزيز وشاكرين حكومته اللي واخذونا طريق في عزله. كل شيء دايرين ومنها عندنا الحمد لله منه وتجع منه حد عاد الحمد لله جابر النقل يقد يمشي عالج يقيس به الطب، وعندنا منه فصل في شيء لا ينتاش ويجيبه. وهي الطريقه اللي عدلتنا قطع عنها فكت العزله وطرات ياسم من الانشطه المدينه الاول منهم العاد يوصلوها والكيران اللي هم العادوا ماك بيد النقل الحضري، ولا نقول على انها مساعه اللي جات وهي الصيفه بالخصوص الناس جات افواج عاد يوصل هون الليله من واكشوط معدل كريم فما فوق. واذا كانت البدايه من العاصمه واكشوط باعتبارها واجهه البلد، فان مد الشبكه الطرقيه في عديد احياء العاصمه واستحداث طرق وشوارع وملتقيات على هذه البنيه مثل إطارا تصاعديا للتأسيس لبنية طرقية تليق بعاصمة البلد. السنوات الأخيرة الحمد لله خرج تطور كبير في هذه البنى التحتية بما فيها الصاع الشبكة الطرقية وبما فيها المطارات وبما فيها الموانئ مولي اللي خلق فيهم تطور كبير ولا مولي فيها آفاق مستقبلية واعدة بالنسبة للموانئ. الشبكة الطرقية اليوم احنا ان شاء الله سابق نهاية 2017 هذه لاهي نربطوا اخر عاصمة ولاية بالشبكة الطرقية اللي هي عاصمة تير الزمور الزوارات، وان شاء الله البرنامج اللي عندنا درك ان يخلق ربط لجميع عواصم المقاطعات في اطار برنامج طموح. فتنا طرحنا الأعمال التحضيرية بالنسبة له، وهو الآن مطروح في برنامج الاستثمار العمومي اللي بيننا احنا وزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة الاقتصاد والمالية عاكفة الآن
على إيجاد التمويلات اللازمة لهذه برنامج الطرقي المهم والبرنامج البنى التحتية المهم. وقد وصل طول الشبكات الطرقية المستحدثة بالعاصمة منذ العام 2008 200 كيلومتر، وهو ما يمثل 60% من مجموع طول الشبكة الطرقية بالعاصمة منذ التأسيس. وهنا يجدر التذكير بأن مجموع طول الشبكة الطرقية بالعاصمة ما قبل 2008 ومنذ الاستقلال لم يتجاوز 175 كيلومتر. وبخصوص المدن الداخلية فقد افتقدت بشكل عام أي بنية طرقية قبل العام 2008 باستثناء مقاطع في مدينتي واذيب وأطار. هذه الطرق المعبدة اللي تصل حوالي 6000، بالموازاة معها فيه الآن الأشغال الجارية على 1200 كيلومتر من الطرق، وذيك الطرق اللي قيد الإنجاز الآن إن شاء الله 70-80% منها لا يتوفى فيها الأشغال أفق 2017، وما تبقى من الطرق إن شاء الله نهاية 2018 هو البرنامج اللي عندنا اليوم أن إن شاء الله لا يتوفى فيها الأشغال. البرنامج اللي عندنا اليوم أن فيه 1800 كيلومتر دراسة انتهت، وكيف تسلفت آنفا البرنامج في البرنامج الاستثمار العمومي. فم طبعا تحديات في مجال الطرق، هي أولا أن لازم أن نربطوا جميع عواصم المقاطعات وفق منظور، وذاك الأفق راجين إحنا أنهم ينطلقوا ذوك المناقصات والتحضيرات على مستوى تحضير الصفقات أنه ينطلق ساسهم في سنة 2017، وأنه تعود 2018 لا هي إن شاء الله نوفوا فيها الترتيبات اللازمة لتحضير انطلاق تلك المشاريع المتبقية من ذلك 1800 كيلومتر. وقد ظلت عواصم الولايات حبيسة الشوارع المتربة قبل أن يبدأ العمل خلال السنوات الأخيرة في مد شبكات طرقية بعشرات الكيلومترات في تلك العواصم، حيث أصبح طول الشبكة الطرقية في عواصم الولايات حوالي 260 كيلومتر بدل 70 كيلومتر فقط قبل العام 2008، أي بزيادة 75%. وفي الأفق المنظور يطالعك الاهتمام بتطوير بنية ملتقيات طرق العاصمة، حيث اكتملت دراسات بناء محول ملتقى طرق مدريد بشكل يغير واجهة الشكل القائم لهذا الملتقى الهام، والذي سيعرف تحولا يضمن في المستقبل انسيابية حركة المرور، ويضمن ثانيا جانبا من ألق العاصمة المنشود، فضلا عن الشروع في التحضير لدراسات مشاريع أخرى على هذا النحو. عاكف الوزارة الآن على إيجاد حل نهائي لمشكلة النقل والتنقل في العاصمة، وعبر ذلك لا يعود عبر بناء محولات والله نقولوا له جسور على النقاط اللي تشهد زحمة كبيرة. على سبيل المثال كارفور مدريد الناس كاملة تعرف عنه وهي زحمة كبيرة، دراسة محول كارفور مدريد انتهت والتمويل فات انجبر، وانطلاقة الأشغال هي مسألة وقت فقط إن شاء الله. فيه عدة نقاط أخرى فات تم تحديدها في صفة تقريبية، هي اللي يقولوا له ملتقى طرق بامدي حذا سوق العاصمة، وحذا قدر من المصالح العمومية، وذا هو اللي فسر ذاك الاكتظاظ. فيه ملتقيات الطرق اللي على طريق تجوني اللي فيهم اكتظاظ كبير، فيه ملتقى الطرق اللي حذا الصكوك اللي مملي الناس كاملة للمشاهد الكريم والمواطن يدور عود ملاحظ فيه اكتظاظ كبير. هذا لا على سبيل المثال للحصر، ولكن الدراسة اللي احنا الآن إن شاء الله بصددها لا يتمكن من تحديد النقاط بصفة دقيقة حسب معطيات حركة المرور اليوم، وحسب استشرافهم للمستقبل بالنسبة لحركة المرور الصبح لا يتعودش كيف. هنا تتأكد الحصيلة بالأرقام، وتتحدد ملامح مرحلة جديدة من الاهتمام بالبنية الطرقية
استنادا على محورية الطرق المعبدة في رفع سقف التنمية على كل المستويات. نهاية نشرة إلى العناوين. انطلاق النسخة الخامسة من مسابقة شاعر التوحيد برعاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. مدرسة الصحة العمومية بروسو تحتضن حفل تخرج دفعة من ممرضي الدولة والقابلات والممرضين الاجتماعيين. انطلاق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفاتورة انفصالها وحدود أيرلندا الشمالية أبرز الملفات. النشرة انتهت، تحية وإلى اللقاء.